السلام عليكم أعزائي طلاب الصف السابع. سنتابع اليوم مع القسم الثاني من تمارين الأكتيفيتي لموديول 5. وصلنا إلى بيج 50. بسم الله نبدأ. Exercise 7. Use these words to make questions, then answer them. هذه كلمات عشوائية سنشكل منها جملة بصيغة السؤال ثم نجيب عن السؤال. 1. لدينا الكلمة intelligent ذكي. Who, من, the, history, is, detective, in, most. وإشارة استفهام، إذن هو سؤال. وفي هذه الجملة نبحث، لدينا أداة الاستفهام who. إذن نبدأ به الكلام. من خلال ترجمتنا لهذه الكلمات، نعرف أن السؤال سيكون عن من هو المحقق الأكثر ذكاء في التاريخ. إذن who is the most intelligent detective in history. إذن who is the most intelligent detective in history? Sherlock Holmes is the most intelligent. وتتمة الجملة. 2. محمود سالم. إشارة استفهام which the detective is of serious best. محمود سالم هو كاتب لمجموعة كتب عن المغامرات والجرائم. which أداة الاستفهام نبدأ بها السؤال. serious هي سلسلة، أي سلسلة كتب أو مجموعة كتب. detective تحقيق، إذا detective serious، وهذا هو اختصاص محمود سالم. إذا which is the best detective series of محمود سالم. ما هي أشهر سلاسل التحقيق التي كتبها محمود سالم؟ إذا which is the best detective series of محمود سالم؟ The best detective series of محمود سالم is the five adventurers، المغامرون الخمسة. 3. لدينا الكلمة novel. novel أي رواية. more أكثر. which أيها. thrilling مشوق. romantic رومانسي. detective تحقيق. ولدينا or is AA. لدينا الكلمة more. إذن هنا مقارنة. أكثر من. which. which is more thrilling. أيها أكثر تشويقا. ثم النقطتان. a romantic novel or A detective novel. إذن أيها أكثر تشويقا، الرواية الرومانسية أم رواية التحقيق؟ إذن which is more thrilling، أيها أكثر تشويقا، الرواية الرومانسية أم رواية التحقيق؟ الإجابة ستكون A detective novel is more thrilling than a romantic novel. 4. Useful more detective question mark whose children are for series. أداة الاستفهام whose، ولدينا more مقارنة. whose قلنا تستخدم للملكية. إذن من الذي سلسلة مؤلفاته عن قصص المحققين أكثر نفعا للأطفال؟ whose detective series are more useful for children. إذن محمود سالم's detective series are more useful for children. 5. Detective is who. نبدأ به. Most the famous in history. Most صيغة المفاضلة. Superlative. إذن the most in history في التاريخ. Who is the most. ثم صفة بعد the most. الأكثر ماذا؟ شهرة. Famous. Detective in history. Question mark. إذن who is the most famous detective in history? الجواب أيضا هو الأكثر شهرة شارلوك هولمز. شارلوك هولمز is the most famous detective in history. Exercise 8. Use these notes to write a paragraph. استخدم هذه الملاحظات لكتابة فقرة. الهدف من هذا التمرين استخدام الأفعال بصيغة الماضي وتحويل الصفات إلى الكومبيراتيف المقارنة أو السوبرلاتيف المفاضلة. لدينا هو ثم شيرلوك هولمز. great صفة great enemy العدو الأعظم لشيرلوك هولمز. إذن كيف نحولها إلى المفاضلة وليس المقارنة؟ هنا الأعظم وليس أعظم من. إذن the greatest enemy. ولكن هنا يجب أن ولكن يلزمنا هنا فعل. الجملة في الإنجليزية لا تكون بلا فعل. إذن نستخدم verb to be. في المضارع نستخدم is، من هو العدو الأعظم، ولكن في الماضي هو was.
Sherlock Holmes' greatest enemy. It ثم verb to be was لأننا نقول Professor Moriarty مفرد غائب he. إذن it was Professor Moriarty. He أيضا verb to be بالماضي he was the bad criminal in the stories of Sherlock Holmes. كان المجرم الأسوأ صفة bad المقارنة comparative منها هي worst superlative the worst الأسوأ he was the worst criminal in the stories of Sherlock Holmes. He not like لدينا هذا الفعل نريد أن ننفيه في الماضي إذن نستعين بالفعل المساعد do وبالماضي يصبح did. He didn't like عندما نضيف did لا نغير الفعل. He didn't like Sherlock Holmes and he الماضي من won't wanted. He wanted to stop his detective work أراد إيقاف عمله في التحقيق. People say say يقول الماضي منها said people said he ثم verb to be a genius أنه كان عبقريا he was a genius. He a scientist أيضا verb to be he was a scientist who worked ماضي work in a university عمل في جامعة. Some people think he ماضي think thought اعتقدوا. He ثم الverb to be في الماضي was he was intelligent Holmes هنا مقارنة بينه وبين Holmes هو كان أكثر ذكاء من Holmes. Intelligent صفة مكونة من أكثر من مقطع صوتي إذا نقول he was more intelligent ثم than Holmes من Holmes. But Holmes الماضي من defeat defeat يهزم الماضي منها defeated him. Moriarty successful than Holmes. موريارتي كان بالتأكيد أقل نجاحا من هولمز لأنه كان أيضا أقل شهرة. إذن أقل less لماذا هذه الصفة أكثر من مقطع صوتي. موريارتي was less successful than Holmes. لا تنسوا الverb to be. إذن نشاهد الفقرة مكتوبة مع الحلول. لدينا الأفعال في الأصفر هي الأفعال التي يجب أن نضعها ك verb to be والأفعال التي وضعناها في صيغة الماضي. verb to be من is دائما هي was. في النفي نستخدم did didn't like ماضي won't wanted say said work worked think thought defeat defeated. صيغ المقارنة والمفاضلة comparative المقارنة لدينا هنا more intelligent than less successful than superlative the greatest the worst. Vocabulary corner زاوية المفردات 9 read the clues from 1 to 8 and write the words horizontally in the puzzle. لدينا هذه الكلمات بشكل أفقي سنعرف ما هي هذه الكلمات من الشرح المرافق. 1 Someone who is treated by a doctor or in a hospital. شخص يتم معالجته بواسطة طبيب أو في مستشفى. إنه المريض. كلمة مريض patient. To make someone feel admiration and respect. Admiration الإعجاب. Respect الإحترام. Impress الكلمة هي impress أي يثير إعجاب. The fact of losing something or someone. حقيقة خسارة شيء أو شخص هي loss خسارة. Someone who buys and sells goods. شخص يشتري ويبيع البضائع. Goods بضائع. هو merchant التاجر. Something you decide after having all the information about something. شيء تقرره بعد الحصول على كل المعلومات عن شيء ما. هو conclusion الاستنتاج. He makes good decisions هو يتخذ قرارات جيدة. إنه wise حكيم. A planned way of doing something طريقة مخطط لها لفعل شيء ما. Method طريقة أو وسيلة. 8 Someone who is paid to work in a house of someone else
شخص ما يدفع له ليعمل في منزل شخص آخر هو servant الخادم. Exercise 10. Read vertically the word for number 9. Write its clue. إذن بعد أن تضعوا هذه الحلول هنا في الجدول أو في المربعات عليكم أن تجدوا الكلمة الموجودة في العمود رقم 9. إذا عرفتم الحل اكتبوه لي في التعليقات. Page 51. Third section. Communication. Read this extract from a detective story. اقرأ هذا المقطع من قصة تحقيق adapted from محمود سالم's The International Smuggler. المستوحى من قصة محمود سالم بعنوان The International Smuggler المهرب العالمي. Smuggler مهرب. International عالمي. John Kent is an international thief. John Kent هو لص عالمي. Police are looking for him because he stole old Egyptian treasure from a museum. الشرطة تبحث عنه لأنه سرق. Stole ماضي steal يسرق. Old Egyptian treasure. Treasure كنز. كنز مصري قديم من متحف. They think he has gone to hide the treasure in his village. إنهم يعتقدون أنه ذهب لإخفاء hide يخفي the treasure قلنا treasure كنز in his village village قرية. So they wait by all the road entrances. لذا فإنهم ينتظرون عند كل مداخل الطرق entrances مداخل. They hope to catch him and take the treasure back. إنهم يأملون الإمساك به catch يمسك. And take the treasure back وإعادة الكنز. They wait for a long time. إنهم ينتظرون لمدة طويلة. But never see him. ولكنهم لا يرونه. At night في الليل. A group of visiting hunters. مجموعة من الصيادين الزائرين. Were stopped by a strange man. تم إيقافهم من قبل رجل غريب. Strange غريب. He looked tired. بدا متعبا. And was carrying lots of plastic bags. وكان يحمل الكثير من الأكياس البلاستيكية. He wanted to know how they were able to see. Able to قادر على. أراد أن يعرف كيف كانوا قادرين على الرؤية. In order من أجل to hunt من أجل أن يصطادوا to hunt يصطادوا at night. إذن أراد أن يعرف كيف كانوا قادرين على الرؤية من أجل الصياد في الليل. They were pleasant. كانوا ودودين أو لطفاء. And showed him the special cartridges. Cartridges الخراطيش أو العيارات النارية. They used to light the night sky. التي كانوا يستخدمونها لي to light إضاءة the night sky. سماء الليل. A while after he had left. بعد فترة من رحيله. They noticed. لاحظوا. That some of their cartridges were missing. لاحظوا أن بعض العيارات النارية الخاصة بهم كانت مفقودة. Then they saw a light flash in the sky. ثم رأوا ضوءا. Then they saw a light flash in the sky. ثم رأوا. Saw ماضي see. لمعان ضوء. في السماء across the lake عبر البحيرة lake بحيرة. The hunters crossed the lake عبر الصيادون البحيرة. Sending another flare into the sky وأرسلوا شعلة flare شعلة أخرى إلى السماء. They saw a whale رأوا بئرا. And some empty plastic bags وبعض الأكياس البلاستيكية الفارغة. Just like the ones the strange man had been carrying. مثل تلك التي كان يحملها الرجل الغريب. There was a rope in the well. Rope. حبل. إذن كان هناك حبل في البئر. But not bucket to get water. ولكن لم يوجد هناك bucket دلو. To get water للحصول على الماء. Above the water it looked like there was a door. فوق الماء. بدا أنه يوجد هناك باب. But the hunters just wanted to drink. لكن الصيادين أرادوا فقط أن يشربوا. They were thirsty.
كانوا عطشة after their hunt بعد الصيد and managed to get water from the well وتدبروا أمرهم في الحصول على الماء من البئر. As they did بينما فعلوا ذلك they heard strange noises سمعوا أصواتا غريبة and became afraid وأصبحوا خائفين. They called the police and لقد استدعوا الشرطة و الآن بعد أن قرأنا القصة لدينا هذه الفقرة عنها Talking about the clues التحدث عن الأدلة. Imagine you are a detective تخيل أنك محقق and have to find John Kent وعليك أن تجد جون كينت. Answer these questions as part of your investigation أجب عن هذه الأسئلة كجزء من التحقيق الذي تقوم به. The police waited at the road entrances to the village الشرطة انتظرت على مداخل الطرق إلى القرية. How did John Kent get in؟ كيف دخل جون كينت؟ كمحقق يمكنك أن تفترض أن جون كينت used an airplane for watering crops to get into the village. تستطيع أن تفترض أن جون كينت استخدم طائرة لري المحاصيل للدخول إلى القرية. B. John Kent couldn't hide the statues during the day. لم يستطع جون كينت إخفاء التماثيل أي التي سرقها أثناء النهار. Because the police would have seen him. لأن الشرطة كانت ستراه. What could he have used to help him see at night? ما الذي يمكن أن يكون قد استخدمه ليرى في الليل؟ He could have used flares. يمكن أن يكون قد استخدم flares الشعلات التي تضيء في السماء to help him see at night لمساعدته على الرؤية في الليل. C. There was no bucket to get water from the well. لم يكن هناك أي دلو للحصول على الماء من البئر. What did the hunters use to get water? ما الذي استخدمه الصيادون للحصول على الماء؟ The hunters used empty plastic bags to get water. الصيادون استخدموا أكياس بلاستيكية فارغة للحصول على الماء. أي هذه الأكياس التي تركها اللص. D. There was water in the well. But what was making the strange noises? كان هناك ماء في البئر. ولكن ما الذي كان يصدر الأصوات الغريبة؟ It was John Kent escaping through the hidden door in the well. لقد كان جون كينت escaping يهرب عبر الباب المخفي في البئر. 2. Use the following clues to tell the police what has happened. استخدم الأدلة التالية لإخبار الشرطة ماذا حدث. الأدلة هي plane طائرة. Cartridges الخراطيش أو العيارات النارية. Plastic bags الحقائب أو الأكياس البلاستيكية. Well بئر. 3. What do you think happened to John Kent? ماذا تعتقد أنه حصل لجون كينت؟ Could there be a way to escape؟ هل كان هناك من طريقة للهروب؟ هذه الإجابات متروكة لكم. Page 52 Fourth section القسم الرابع Focus on writing تركيز على الكتابة Punctuation الترقيم Writing dates كتابة التواريخ In British English في الإنجليزية البريطانية It is usual to write the date before the month من المعتاد كتابة التاريخ قبل الشهر 31st January 2011 or 31 January 2011 إذا نكتب اليوم الشهر العام In American English في الإنجليزية الأمريكية It is usual to write the month before the date من المعتاد كتابة الشهر قبل التاريخ المقصود هنا بديت أي تاريخ اليوم أي يوم هو من الشهر تكتب بهذه الصيغة January 31st 2011 or January 31 2011 إذن هنا كتبنا اسم الشهر في البداية ثم الرقم الذي يدل على اليوم من الشهر ثم العام الاستي هنا وهنا
تدل على first أي 31. We can write dates in different styles. نستطيع كتابة التواريخ بأساليب مختلفة. أي نكتب اليوم والشهر والسنة، ولا نكتب 2000، نكتب 11 فقط، أو نكتبها وبينها نقاط، أو نكتب أولا الشهر واليوم والسنة، أو بنفس الطريقة ولكن بينها نقاط. Complete this table with the corresponding dates. أكمل هذه اللائحة بالتواريخ المقابلة. لدينا هنا 20 June 1955، العشرون من شهر حزيران 1955. ويمكن أن نكتبها بهذه الطريقة، نضع اسم الشهر في البداية ثم اليوم ثم العام. وأيضا في العمود الثالث والرابع المطلوب أن نكتب بهذه الطرق. سنشاهد الحلول مكتوبة في الجدول. إذن هذه هي الطريقة الأولى لهذا التاريخ، الثانية، الثالثة، اليوم والشهر والسنة بينهم نقاط ثم بينهم خطوط مائلة، ونذكر الشهر في البداية ثم اليوم والعام مع حذف أول رقمين من العام في العمود الثالث والرابع. Exercise 2. Complete these comparative and superlative adjectives with the correct spelling. أكمل هذه الصفات في صيغة المقارنة والمفاضلة مع التهجئة الصحيحة. A. Old تصبح oldest. Kind kinder. Hard harder. Wise wiser. Hot hottest. Busy busier. Fast faster. لدينا the oldest الأقدم، kinder than ألطف من، harder than أقسى من، wiser than أكثر حكمة من، hottest الأكثر حرارة، busier than أكثر انشغالا من، faster than أكثر سرعة من. Linking words in stories كلمات الوصل في القصص. Establishing a sequence إنشاء تتابع، sequence تتابع أو تتالي. 3. Write these phrases اكتب هذه العبارات in the correct place في المكان الصحيح to complete the story لإكمال القصة. العبارات لدينا هي When she opened the door عندما فتحت الباب. As soon as Max gave the man his mom's address half an hour later بعد نصف ساعة. As they cycled back بينما ركبوا دراجاتهم عائدين. One very hot day last summer يوم حار جدا من الصيف الماضي. قبل أن يراها عمه. A few minutes after they knocked بضع دقائق بعد أن طرقوا أي طرقوا الباب. When they arrived عندما وصلوا. لدينا الأولى One very hot day last summer في أحد الأيام الحارة جدا من الصيف الماضي. Nina and Max saw Max's mother come in looking very angry. Nina وMax رأوا والدة Max تدخل وتبدو غاضبة جدا. Do you remember that old house over on Norton Drive? هل تتذكرون ذلك المنزل القديم على طريق نورتون؟ She said قالت I put a for sale sign وضعت sign إشارة، إشارة من أجل البيع أو للبيع up in the yard في الساحة this morning هذا الصباح. And now it's gone والآن لقد اختفت. Max said to Nina قال Max لنينا Let's solve this mystery لنحل هذا اللغز. An old lady lives in the house next to the one for sale. سيدة مسنة تعيش في المنزل بجوار المنزل الذي هو للبيع. Said his mother قالت أمه. Maybe she saw something ربما رأت شيئا ما. Nina said قالت نينا Let's go and ask. لنذهب ونسأل. Half an hour later. بعد نصف ساعة. They saw a man in a truck in front of the empty house. شاهدوا رجلا في شاحنة أمام المنزل الفارغ. Is this the house for sale? هل هذا البيت للبيع? There aren't any signs. لا يوجد أي لافتات. I want to buy it. أريد أن أشتريه. The man said. قال الرجل. My nephew lent me his truck to see it.
نيفيو ابن الأخ أو ابن الأخت. لقد قام ابن أخي بإعارة شاحنته لأراه. My mom is selling it. أمي ستبيعه. Max told him. أخبره ماكس. As soon as Max gave the man his mom's address, حالما قام ماكس بإعطاء الرجل عنوان أمه, he drove off. انصرف الرجل. Said Nina. قالت نينا. His nephew may be the thief. قد يكون ابن أخيه هو اللص. ربما لم يرد أن يشتري الناس المنزل. Maybe he didn't want people to buy the house before his uncle saw it. قبل أن يراه عمه. And he put the sign in the back of a truck. ووضع اللافتة في شاحنة من الخلف. Max said, Let's ask Mrs. Stearns. لنسأل السيدة Stearns. Mrs. Stearns came to the door. جاءت السيدة Stearns إلى الباب. A few minutes after they knocked. بعد أن طرقوا الباب ببضعة دقائق. Oh, the thief is Freddy Swanson. اللص هو فريدي سوانسون. She told them. أخبرتهم. He lives a block away and he's very mean. إنه يعيش على بعد مبنى من هنا وهو لئيم جدا. إذا block تدل على المبنى السكني. Mean لئيم. When she opened the door, عندما فتحت الباب, Nina looked inside, نظرت للداخل, and she saw a cheerful fire in the chimney. ورأت نارا مبهجة في المدخنة. Cheerful مبهجة هنا بالنسبة للنار أي أنها نار مشتعلة بقوة. Chimney مدخنة. Let's go and see Freddy. Max said, قال Max. Freddy said, I didn't take that sign. أنا لم أخذ تلك اللافتة. I worked in the garden all morning. لقد عملت في الحديقة طوال الصباح. Nina looked at his garden. نظرت نينا إلى حديقته. It was very tidy. كانت مرتبة جدا. As they cycled back. بينما عادوا على الدراجة. Nina and Max talked. تحدث ماكس ونينا. When they arrived. عندما وصلا. Nina told Max's mother. أخبرت نينا والدة ماكس. We know who took the sign. نحن نعلم من أخذ اللافتة. Who took the sign? من أخذ اللافتة؟ How did Nina and Max find out? كيف اكتشفت نينا وماكس ذلك؟ لدينا فريدي, Mrs. Stearns, the man's nephew, ابن شقيق الرجل. Did it, فعل ذلك. لماذا؟ وMax and Nina found out because. Max ونينا اكتشفوا ذلك بسبب. كمثال عن الإجابة يمكن أن نقول Mrs. Stearns stole the signs because she didn't want to have any neighbors. السيدة Stearns سرقت اللافتات لأنها لم ترد أن يكون لديها أي جيران. Max and Nina found out. اكتشف ماكس ونينا ذلك because Mrs. Stearns was burning the signs in her fireplace. لأن السيدة Stearns كانت تحرق اللافتات في الموقد الخاص بها. On a very hot day in summer. في يوم حار جدا في الصيف. Page 54. في هذه الصفحة تمرينات تخص كل ما تم أخذه في هذه الوحدة. حلوها بأنفسكم وسأضع لكم الحل في بداية الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا طلبتي الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام يونت 5. ألقاكم في الفيديو القادم بإذن الله مع بداية درس جديد. السلام عليكم.